بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، اللي هو ايه؟ الكالسيوم بالنسبه للعصافير. طبعا الكالسيوم بالنسبه للعصافير يعتبر مصدر مهم جدا بالنسبه للعصافير كلها. العصافير ما اقدرش استغنى عنه لانه مصدر الكالسيوم بتاعها. فالعصافير ما تقدرش تستغنى عنه خالص. مصدر الكالسيوم طبعا ده في فترة تكوين العصفور مهم جدا عشان العظم والريش بتاع العصفور، برضو نفس الوقت في مصدر فترة وضع العصفور للبيض وفترة الفروخ، لأن دي كلها بتسحب من الكالسيوم بتاع الأنثى. تمام، فإحنا ما ينفعش نسيب العصافير من غير أي مصدر الكالسيوم. ده بيأثر على الطبقة الخارجية بتاعة البيضة، بتخلي الطبقة الخارجية بتاعة البيضة رقيقة شوية فما بتطلعش. فعندنا مصادر كتير للكالسيوم ممكن نحطها للعصافير، زي ايه مثلا؟ معلش، هو العصفور دايما بيحب يطير كده؟ لا، كده كتير. طبعا ده كان اكل يدوي، فهو بيحب الطيران في البيت كده عادي، ما بروحش بعيد. عندنا مصادر الكالسيوم كتير، اهم حاجه طبعا العظم السبلي، العظم اللي هو عظم السمك، وده في نقص الفتره دي في السوق. ده المصادر اللي هي الغنيه بالكالسيوم، ما يكونش يعني العصفور ما يقدرش يستغنى عنها، لازم نحطه العصافير على طول. تمام، تعال تعال. اوبا، العصفور نفسه ما يقدرش يستغنى عنها. تمام، في برضو عندنا زي ما قلنا قبل كده في حلقة قبل كده، السمسم من المصادر الغنية بالكالسيوم وحلوة عشان الخصوبة بتاعت العصافير بصفة عامة ولمعان الريش. طبعا من الادويه البشر اللي ممكن نحطها للعصافير قبل فتره وضع البيض عشان الانثى، حاجه زي الهايكال. الهايكال من الادويه اللي احنا بنفضلها، ممكن نحط سنتي لاتنين سنتي على لتر ميه. طبعا ما نحطهاش كل يوم العصافير، مره او مرتين في الاسبوع. الفتره اللي العصفوره بتكون فيها في عمليه وضع بيض يفضل ما نحطش اي ادويه عشان ما تاثرش على الفروخ. هسيبكم بقى الفيديو دوت، واشكركم على حسن الاستماع. ما نشوف العصفور اللي ايه همدنا، اللي كل شويه يطير. ده هيطير دلوقتي. يلا، السلام عليكم.